مستناه حوار خاص مع كل من عمار جمل وسعد بقير اللي اختاروا يشاركونا معهم ذكرياتهم في الكلاسيكو. كذلك باش نحكيوا على رحلة الإنقاذ، من أين ستبدأ، من رادس أم من البصيرية؟ هذا وغيره من الأخبار والمسجدات. تحية كبيرة برشا لكوجة في اليوم في فورما في الإخراج، تحية لبشرة سعيد في الأعداد، أحمد شورة وبسمة في السيت ويب، وإيمان الجدي وويئم رابح في الديجيتال والإخراج الرقمي، وأنا أيمن زروق بشرفكم حتى الثمانية متاع الليل. موجودين معايا في البلاتو الثنائي في التحليل الفني وفي التعليق سميرة سليمي بأناقته المعتادة. مساء الخير، مرحبا سمير. بس نور زروق، حسام، الكابتن نادر، فراس، وجميع الكل في الاعداد والاخراج، واصحابنا والناس الكل مرحبا بهم. مرحبا. والناس اللي يسمعوا فينا مرحبا بهم الناس الكل. مرحبا بك سمير السليمي، كذلك يرافقنا حسام الحاج علي. مساء النور، اهلا وسهلا حسام. مساء النور ايمن، سمير، كل المستمعات والمستمعين في ديارهم في كراهبهم وخاصه خارج تونس وفي تونس، وان شاء الله حس كالعاده في فورما. ديما في فورما، انت مقابلني وتحبني في فورما. الله الله الله، مرحبا بك حسام الحاج علي، مرحبا سمير السليمي، مرحبا بكل المستمعين. كما سنسوا اخر اخبار الطرقات، نبداو مع لنفوت ترافيك مع صديقنا وسام، وباش نبداو ان شاء الله كالعاده في حصتنا بعد الفاصل وبعد لنفوت ترافيك. سبور بلس، رجعنا لكم جديد في سبور بلس، 7:10 على اي اف ام احلى راديو. بعد شويه باش نحكيو على جوله 18 من البطوله الثلاثه المحترفه الاولى لكره القدم، وكذلك القمه كلاسيكو الجوله غدوا انطلاقا من ماضي ساعتين في ملعب حمام سوسه بين النجم الرياضي ساحلي والترجي الرياضي تونسي. لكن البدايه بالخبر اللي جينا من الرباط اليوم الصباح، وانتخاب رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم في المكتب التنفيذي للكاف. لافو دو جور، دونك نستنى تعليق ومن خلال الزيموجي متاع العاده. الخبر كما قلنا من الرباط، حسام الحاج علي وسمير السليمي، انتخاب رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم الدكتور وديع الجري في المكتب التنفيذي للكونفدراليه الافريقيه لكره القدم للمده النيابيه اللي تبدا سنه 2021 توفى 2025، دونك 4 سنوات باش يكون فيها وديع الجري في المكتب التنفيذي للكونفدراليه الافريقيه، وهو رابع تونسي ينال شرف مقعد بالكاف. علاش كلمه شرف؟ لانه مش معناتها اللي جي يدخل في الكاف، 4 اسامي تونسيه فقط. نحكيو على المرحوم سليم علولو اول من تقلد المنصب هذايا، ثم بعده السيد سليم شيبوب والسيد طارق بوشماوي مؤخرا، ووديع الجري هو رابع تونسي يدخل الكاف، يدخل المكتب التنفيذي للكاف في انتظار انه ما نعرفوش سيقع اسناد ليه مهمه نتاع انه يتراس لجنه من لجان الكاف هذايا، ونكتشفوا ونشوفوا شنو قالت وسائل الاعلام في خصوص الموضوع هذايا. ناخذ تعليقكم على الموضوع بشكل عام. جادور لسمير السليمي، جيم ليل حسام الحاج علي. خلينا نبدا معاك حسام الحاج علي، من نجم يكون كان خبر ايجابي وجيم ايجابي يظهر لي. اكيد مثل ما كان هو منتظر، وكيف كنا نستناه، معناها ماهيش مفاجاه، منذ ان قدم ترشحه تقريبا كنا عارفين انه باش يكون موجود في كمومبر اكزيكوتيف في الاتحاد الافريقي، حاجه باهيه لتونس. تعرف احنا المنتخب التونسي والفرق التونسيه وكل ما هو يخص المنسقات الافريقيه محتاجين انه يكون عندنا شخص موجود في المجلس التنفيذي باش يكون عنده صوت، عنده بوا، يدافع على الكره التونسيه، يدافع على مصالح الكره التونسيه، على مصالح اللاعبين التونسيين، الفرق يكون عنده التونسية. صوت ولا يكون عنده بوا تفرق برشا، خاطر ثم ديما الامور تتاخذ بالتصويت، ونذكروا ديما من ماضي ليس ببعيد اللي صار ما بين الترجي والوداد وقتها صار التصويت، ثم تصويت حاجه والبوا نتاع انك تكون عندك البوا واللوبيينغ والضغط اللازم اللي مستحقينه الانديه نتاعنا والمنتخب نتاعنا. هو ديجا يكون عندك صوت معناها عندك بوا، معناها الموقع نتاعك وصوتك عنده تأثير، ثم من بعد البوا نتاع الحضور نتاعو نتاع تواجده غادي وين يتعمل، تعرف كما قلت انت اللوبيات، شكون معاه، شكون كونتر، وشكون يولي على الى جانبه ويدخل هو في ان، تعرف كلها لوبيات وتحالفات وكل دونك من بعد نستناو البوا نتاعو، والبوا وين زاد يجي، شنو الموقع او المركز او شنو البوست اللي باش ياخذه، خاطر تعرف ثم دي بوست مهمين ومؤثرين، وثم دي بوست اقل تاثير انك تواجد على راسهم. نتمنى يكون في موقع باهي
ونعرف احنا زواديه ان شاء الله يدافع على الكره التونسيه ويدافع على مصالح الانديه التونسيه والمنتخب التونسي واللاعبين التونسيين. هو حسب مصادر صحفيه مغربيه في نروت مع كلام حسام الحاج علي وديع جاري ممكن برشا باش نشوفوه واحد معناتها في رئاسه احدى لجان في الكاف نوتامون يا اما لجنه المسابقات او اللجنه الطبيه معناها دونك هذايا بطبيعه حسب مصادر اعلاميه مغربيه معناتها حسب شنو قاعده تكتب وسائل الاعلام المغربيه غاديك ماك تعرفوا في الرباط هنايا قاعد صاير الملتقى والانتخابات دونك قاعدين يستقيوا في معلوماتهم من غاديك من السورس بيدها في انتظار نشوفوا يا اما لما لا يكون تونسي رئيس لجنه المسابقات في الكاف كومي معناتها منصب مهم جدا وبوست مهم ديما نقول هنايا سي لوفيسيو معناتها الغير الرسمي سمير ساعة قبل كل شيء فرحانين كتوانسة أنه تونسي يكون في اللجنة التنفيذية للكاف هي حاجة مهمة لو نرجع بالتاريخ للأربع أسماء ولا ثلاثة أسماء اللي سبقوا وديع الجاري كلهم كانت عندهم إضافات وكانت عندهم بصمة بداية بسي سليم علولو اللي صراحة كان محل احترام وتقدير مش من الكاف كهو ولكن من الفيفا كذلك وشبكت علاقات كانت كبيرة جدا وأفادت الكرة التونسية واستفادت منها الأندية والمنتخبات التونسية سواء في الليجون ولا في الواحد ثم سيد سليم شيبوب اللي خدم برشا على مستوى البنية التحتية على مستوى تنظيم كأس أفريقيا على مستوى علاقاته اللي كانت متميزة جدا والمنتخب التونسي الفترة ذيك عرف تتويجات وعرف وصول إلى نهاية كأس العالم ثم كذلك مع السيد طارق بوشماوي اللي أعطى إضافات وعاون برشا الأندية التونسية دونك وجود تونسي هو حاجة مهمة برشا في اللجنة التنفيذية لو نرجع شوية يعني هي اللي تتخذ خليها يفهموا العبيد شو معناتها اللجنة التنفيذية هي اللي تاخذ القرارات المصيرية هي تاخذ القرارات الهامة دونك يبدا عندك صوت معناتها وتأثير فهذا مهم جدا معناتها في الكواليس كل القرارات الكبرى فيما يخص كرة القدم الإفريقية علاقات بالفيفا علاقات بالاتحادات الأخرى كل هذا اللجنة التنفيذية بطبيعة الحال ورئيس الكاف لكن اللجنة التنفيذية لها صوت في هذا المجال لو نرجع زروق أربعة أشهر ولا خمسة أشهر التالي وديع الجري صرح يقول أنه انتخابات الرئاسة لا أمل فيها صح ولا؟ واليوم ضرب الكاشف أنه لا أمل فيها رغم قوة بوريدة والاتحاد المصري وقوة اللي معاه رغم قوة فوزي لكجع والمغرب وما أدراك الكل انسحبوا والكل عطاو احنا قلنا دخلوا الى بيت الطاعه البارح قلناها هكا ولا دونك النظره كانت صحيحه وقال كذلك انه حظوظنا كبيره في دخول تونسي للجنه التنفيذيه هكا ولا دونك ما ندخلش انا في حرب خاسره منذ البدايه واكثر من هذا نعمل عداوات مع الناس اللي اللي هو مش وقته باش تعمل عداوات اذا كان انا مش ننافس وندخل في صدام مع رئيس الكاف المنتظر غدوه باش يرجع لي يدور لي معناها فوالا دونك هنا نغزو المنتخب مصلحه المنتخب مصلحه النوادي التونسيه دونك وجود تونسي مهم برشا وجوده على راس لجنه من اللجام انا نعتبره حاجه ثانويه علاش هذا وجوده حتى كي تكون لجنه مهمه كما لجنه المسابقات لانه التاثير نتاعو لانه هو راهي الامور كانت مدروسه من اشهر محضره من اشهر معروف شكون رئيس معروف شكون كذا الاشكال الوحيد قعد هو احمد هل العقوبه مش تمشي ماهيش مش تمشي كانت فما مساعي كبيره برشا انه تترفع العقوبه في الاخر الفيفا وان فونتينو معناها تخل بكل ثقله وتكلم جوست نقصت متاس من خمس سنين لعامين في كل الحالات هو إليميني. دونك واضحه الامور واضحه دونك في التكتلات هذه وكي تعرف انه موازين القوى ماشيه في اتجاه معين امشي مع التيار وديع الجري مشي مع التيار صافي بارتي من البوليتيك بس سي نورمال وهو ربما في قلب التيار معناها في في في, في قلب المعمعة من أربعة ولا خمسة شهور وقت بدات التكتلات والتحالفات انا وجوده على لجنه المسابقات او اللجنه الطبيه انا نعتبره حاجه رمزيه باعتبار وجوده غاديك وتاثيراته ستشمل كل تقريبا اللجان وهنا فما مصلحه قبل كل شيء للانديه التونسيه وهذا حاجه مهمه برشا على الاقل نضمن حقوقنا
والقصة الشهيرة نتاع الفار وموازين القوى بين بوريدة بين لكجع بين كذا. فأموان القاو تونسي يدافع على الأندية التونسية المشاركة على المستوى الأفريقي والمنتخبات بطبيعة الحال. حسام الحاج علي, ماذا ممكن أن ننتظر من السيد وديع الجري في البوست نتاعو الجديد في الكاف الخمس سنوات المقبلة؟ شنو نجمو نستناو كونكريتمون؟ أوكي, معناتها بخلاف الكلام العام أنه المساندة للأندية التونسية والمنتخب, لكن ماذا يمكن أن تستفيد الكرة التونسية بشكل عام خلال المنتخب ومن خلال الأندية من وجود سيد وديع الجري في المكتب التنفيذي للكونفدرالية؟ أكيد هو معناها دوره ممكن يكون كبير. أول شيء في رخنا المشاركة في الكومبيتيشن أفريكان باش ناخذ حقوقنا, سواء في التعيينات, المسابقات, الحكام, تنظيم كاس افريقيا. ممكن يكون عندنا حظ ان ننظم كاس افريقيا لما يكون عندك بوا بعد الكامرون ولا بعد مناسبه اخرى, في المنتخبات, في تصفيات كاس العالم, في العديد من الاشياء, مصالح اللاعبين التوانسه, معناها الحديد من الاشياء. معناها نجمش نعطيك حاجات بريسيز معناها بالضبط, لكن دائما معروف انه يكون عندك مومبر اكزيكوتيف راهو مؤثر, مش مؤثر بشخصه هو فقط, لكن بالحلف اللي باش يكون هو معاه ولا منتميله ولا هما اللي باش يكونوا معاه, راهو دائما موجود واحد تونسي مؤثر. لما يكون غياب شخص تونسي في المكتب التنفيذي راهو حقوقك تضيع. راهو وقت اللي تجي حاجه مهمه جدا كي ما تلقاش وجود تونسي راهو حقك يضيع. اظن ان وجود تونسي في هذا المنصب مهم جدا للكره التونسيه بصفه عامه. فمش حاجات بالضبط كانت صراعات كبيره برشا وديع الجري مع لجان الكاف والاعضاء نتاع الكاف بشكل عام, سواء مع المنتخب. نذكر وقت اللي صارت المنظمه التحكيميه في 2015 وتحديد نشاطه في غينيا الاستوائيه اللي صار بين الترجي والاهلي الترجي والوداد وقتها موضوع ازار وحلين الفيراج ثم ترجي والوداد. كان موجود وديع الجري رغم انه ماهوش كان حاضر رغم انه ماهوش موجود في صلب الكاف, يعني المساهمة بتاعه كانت موجودة من قبل. فتوى هذيك على شنو نجم يزيد معناتها وجوده في وسط اللجنة في وسط واحد اللجان؟ هو قبل كان عاون وساهم وحاول انه يدافع على حقوق المنتخب والأندية التونسية بالرغم اللي غير موجود, فما بالك لما يكون موجود. مثلا انت ايمن تو تكلمت انت على نوعا ما المظلمة التحكيمية, ما هذا اللي يهمنا هم اللي نذكروهم توا. صارت مظلمة تحكيمية وقتها على تونس كونتر غينيا الاستوائية وخرجنا وقتها في 2015 كان مانيش غالط, كارثة تحكيمية. كيف وقتها مباراة ترجي والأهلي, ترجي والوداد ونهضة بركان والسي اس اس, المظلمة اللي تعرض لها السي اس اس وقتها غادي كذوما توا اللي نذكرهم بشكل عام كان موجود فيهم بالكدا تونس ورئيس الجامعة وديع الجري بالكدا بالكدا. أكيد أكيد في الحالات هذوما كي تكون موجود ما يعينولكش الحكم اللي يحبوه هما, ما يعينولكش حكم بالميزان, ما يعينولكش ماتش مثلا في ملعب يبعدوك, نعرفش ثم الحاجات عديد من الاشياء القانونيه ايمن كي اذا ما تكونش موجود راهو ياكلوك فيها وما تنجمش وما عندكش الفاعليه انك تدافع فعلا, تتكلم تحكي تعيط لكن ما عندكش البوفوار انك تدافع ويكون عندك صوت. وقت اللي تكون موجود حتى كي يجيو وقت اللي يجيو هما باش ياخذوا قرار كي يعرفوك انت موجود ك مونبور اكزيكوتيف يحسبوا ما ينجموش, ما نقولوا احنا يمكمكوا ديما ثم شكون حاضر لهم موجود. ما تعرف وقت اللي يكون هما مونبور اكزيكوتيف ثم تصويت ولا سمير كل واحد يعطوا صوت, تكون ما ثم حد يصوتوا كيما تحبوا هما ويعملوا كيما تحبوا, وانت كي تبدا موجود يقراوا لك حسابك. دونك ديما راهو الوجود نتاعو مهم جدا انه يكون عندك انسان تونسي في المكتب التنفيذي. في عدد من النقاط في نفس السؤال تقريبا, في عدد من النقاط, النقطه الاولى حقوق وحظوظ والأندية التونسية بطبيعة الحال, فما شكون متواجد ويدافع على ربما حقوق الأندية التونسية والمنتخبات التونسية بكل أصنافها من الشبان الاثنين على مستوى التحكيم. ماك تعرف أنت الكاف و لي بروموسيون تاع التحكيم والتحكيم اللي مشت في افريقيا خاصه التحكيم والتحكيم خاصه والتحكيم هو الاهم والتحكيم اللي ليله مش حتى في تعيين المباريات مش ما كتكتب هكا تحت الحكام يمشيو كاس العالم الحكام يمشيو كاس العالم عدد مشاركاتك وعدد كذا عدد اللي خذيتها الاعداد اللي خذيتها عدد المسابقات اللي شاركت فيها باش تمشي لكاس العالم, وهنا وجود غاديكا سيساعد
بصفة أو بأخرى سيساعد في أنه حكام يلقاو أكثر حدود وأنه تطلع جينيراسيون جديدة من التحكيم خلال الخمس سنوات الجاية باش ربما تكون عندنا وجود في نهائيات كأس أفريقيا وفي نهائيات شامبيونز ليج وفي نهائيات كذا ولكن كذلك في كأس العالم. أكثر من هذا المكتب التنفيذي بتاع الفيفا في اتصال مباشر مع أعضاء الفيفا مكتب التنفيذي نتاع الكاف في علاقه مباشره مع اعضاء الفيفا وهنا اذا كان لا قدر الله فما بعض الاشكاليات او بعض المشاكل هناك تكون تدخلات تكون بصفه مباشره. اكثر من هذا لي سبونسور لانه تعرف انت فما دي سبونسور فما تعبئه الموارد الماليه على مستوى الجامعه التونسيه لكره القدم وجود شخص في اللجنه التنفيذيه وفي المكتب التنفيذي سيساعد كذلك في الوجود هذايا. استبعد خلال الخمس سنوات هذه أنها تونس تكون قادرة على تنظيم دورة من الدورات لأنه شيء ما هوش مربوط بوادي الجري فقط مربوط بالبنية التحتية وضع البلاد على المستوى الاقتصادي على المستوى الأمني وهنا تونس خلال الخمس سنوات الجاية غير قادرة على تنظيم دورة مصغرة في الـ في الـ في, الـ في الواحد مش على مستوى كؤوس أفريقيا معناش ولو أنه قيد سمير أنا كي أشوف هنا يعني نعطيك أنا في 1994 وفي 2004 وقت اللي نظمنا وقت اللي نظمنا في 2004 تبنى ملعب رادس في 2001 افتتاح متاعه نهائي نجم ديال السياحلي وحمد نلف وتحضيرا لكاس افريقيا 2004 تبنى ملعب رادس. هل احنا اليوم قادرين على بناء ملعب نلعب؟ غير قادرين. هل احنا على المستوى الامني قادرين؟ سابوره ما نجمش نعملوها. دونك خلال الخمس سنوات خلينا نتكلموا بواقعيه خلال الخمس سنوات هذه نمشيو خطوه خطوه في انتظار ان تتحسن امورنا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الامني وان شاء الله في المستقبل نجموا ننظموا لكن حاليا نمشيو بالتوجه واحده واحده انه نحسنوا نوعيه نوعا ما مشاركتنا على مستوى النادي مشاركتنا على مستوى المنتخبات الوطنيه على مستوى التحكيم ويكون عندنا انسان موجود في قلب الحدث لانه تعرف انت في الاخير هي تكتلات هي موازنات هي كذا وهناك يكون عندنا شخص موجود بشخصيه وديع الجليل نعرفوه فبالتالي يتقن هذه يتقن هذه اللعبه يشيخ على هذه الادوار فبالتالي يكون قادر على انه الانديه نتاعنا والمنتخبات نتاعنا وتحكيمنا ومواردنا الماليه وكذا تكون عندنا باي في الحكايه. هذاك علاش الناس كل متشوقين هالاربع سنوات القادمه نستناو شنو اللي باش يصير شنو اللي يتبدل ونقارنوا بارابور لقبل. فقط اخر نقطه ونكملوا مع الموضوع سمير حنكمل معاك كونيسون وديع الجري شخصيه وديع الجري والمواقف نتاعو اللي كان عليها عديد من المرات وتصريحاته وقداش من مره يقول انا اؤمن بالمصعد الاجتماعي. هل تتصور انه المنصب هذايا ممكن يكون تمهيدا لمناصب اخرى في المستقبل اكثر اهميه في الكاف واكثر ثقل في المستقبل نحكي معناتها نوتامون اكثر من مجرد عضو في الكونفدراليه نحكي على الرئاسه على انه يكون نائب رئيس على انه يكون مستشار الرئيس يعني نتصور انه هذه اللي تابلو لنيا وما نتصور معناتها بلغتنا كرشو اكبر شويه سيد وديع الجري من انه يكون هكا بطبيعه الحال وهذا من حقه ومن حق الانسان ان يطمح الى ما هو افضل واحسن لكن عليه قبل كل شيء ان يتقن ويؤدي المهمه نتاعه باتقان. يزم تتقن المهمه اللي انت فيها التاش اللي انت فيها ومن بعد تغزل لبعيد لكن من حق الانسان ان يطمح الى ما هو افضل بطبيعه الحال واحنا نتمنى بطبيعه الحال مش وديع الجري فقط برشا توين سيكونوا في مناصب عليا في الدوله وفي مؤسسات كبيره باش البلاد هذه على الاقل تتحرك شويه ونجموا ننهضوا بها مع المستنقع اللي موجوده فيه. مهمه جدا لانه الكونفدراليه الافريقيه والفيفا راهو البوا نتاعها راهو اقوى حتى من دول ومن مناصب كبيره بالكدي بالكدي هنا وقت اللي حكينا على دوري وديع الجري في حمايه الانديه التونسيه والمنتخب في السنوات الفارطه هذا معناتها الايام في المجهود اللي قام به زاده سيد طارق بوشماوي اللي كان هو العضو المكتب التنفيذي هذا الايام معناتها مش معناتها قلنا هكا يعني بوشماوي ما عمل حتى شيء لا أنا بالكل أنا بالكل في التقديم نتاعي ايش قلت؟ بديت بالمرحوم سليم معلول وسليم شيبوب ثم طارق بوشماوي اللي كانت عايدوا عديد من المواد للتاويلات سمير عديد من مواقف وعديد من معناها سمير وضرب على الطاوله ودافع على عديد من الملفات وكان مؤكد. عنده دور فعال وساعد الانديه التونسيه كلها في كل ما صارت حاجه وكان هو موجود الا ودافع لا لا موافقين سميش ما تصورش ان تونسي موجود غادي وما يدفعش على حقوق التوانسه دونك نقولوا مبروك لسيد وديع الجري ورئيس الجمعيه ان شاء الله القادم خير لكره القدم ان شاء الله قادم خير لكورتنا للكره الافريقيه خاصه مصالح انديتنا ومنتخبنا في المسابقات الافريقيه
لانه تقريبا في كل مسابقه رانا تصير مظلمه، تصير غوره، تصير حاجه في كل كومبيتيسيون تقريبا 90% الا نخرج بحاجه. شفنا عامله معناتها ضد السنغال، شفنا قبله معناتها في كل حالات نستناو انه الامور تتحسن في السياق هذا وفي النطاق هذا. مبروك مره اخرى للسيد وديع الجيري. باش نحكيو تو سويت على مباريات الجوله 18 وباش نبداو بالحديث على المباراه الاهم، مباراه السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.